غزوة الخندق. في شوال من السنة الخامسة للهجرة وقعت غزوة الخندق، وتسمى أيضا غزوة الأحزاب، وسببها تحزيب اليهود قبائل العرب على غزو المدينة. تجمع 10,000 من الأحزاب يحزبهم ويحرضهم يهود على غزو المدينة، وكان قائد الأحزاب أبو سفيان صخر بن حرب. أشار سلمان الفارسي رضي الله عنه بحفر الخندق، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيه، وكانت غزوة الخندق أول مشاهد سلمان رضي الله عنه. عدد جيش النبي صلى الله عليه وسلم 3,000، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل 10 من أصحابه رئيسا، وأعطاهم مسافة 40 ذراعا يحفرونها. تم إنجاز حفر الخندق قبل وصول الأحزاب، فلما وصل الأحزاب إلى المدينة وإذا بهم يرون الخندق قد حال بينهم وبين دخول المدينة. ظهرت في غزوة الخندق معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم، منها تكثير الطعام القليل، تكسير الصخرة الضخمة بثلاث ضربات، البشارة بفتح فارس والروم. نقض يهود بني قريظة العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشتد الأمر على المسلمين، وعظم البلاء عليهم، وبلغت القلوب الحناجر. يقول الله تعالى واصفا حالهم: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، وتظنون بالله الظنونا. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه بتفريج الأمر، فاستجاب له ربه وبعث على الأحزاب الريح فشتت أمرهم، وأنزل الملائكة فألقت الرعب في قلوبهم. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. وقال الله تعالى: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. رجع الأحزاب إلى ديارهم خائبين، وعاد الأمن والأمان إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرق الله أمر الأحزاب بالريح والرعب.